من السنة للتانية واحنا بنستنى معرض صنع في دمياط للأثاث اللي تم تدشينه داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر. بيشارك في هذه الدورة الجديدة حوالي 55 عارض من المبدعين كده، أصحاب المصانع الخاصة بالأثاث بمحافظة دمياط، بالإضافة لعدد كبير من العارضين من مدينة دمياط للأثاث. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الأستاذ حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط. صباح الخير حضرتك، وبعد التحية يعني اهلا بحضرتك. لو حضرتك في البدايه تعرفنا عن انواع المعروضات من الاثاث اللي هتكون معروضه ونسب التخفيضات، كمان المميزات اللي بيشملها معرض صنع في دمياط. اولا صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. انا احب بس اوضح ان معرض صنع في دمياط ده سلسله من المعارض. النهارده امبارح ان شاء الله افتتحنا المرحلة الـ21 منه. احنا بدأنا من 2016 ودي المرحلة الرابعة في سنة 23. هو احنا مشارك في المعرض السنة دي 65 عارض، او المرحلة دي 65 عارض. كده هيبقى اجمالي المعارضين اللي شاركوا في المعارض حوالي 1120 عارض تقريبا. في الاربع معارض؟ في الـ 21 معرض. في الـ 21 معرض. احنا كده بنتكلم على، طبعا لما نتكلم على الاثاث ونتكلم على دمياط فاحنا كده بنتكلم في المكان الصح. المعرض السنه دي متنوع من المودرن والكلاسيك، الانواع، الحجرات، كل الناس بتعرض انها توصل للزبون او المستهلك الخاص بيها بالمستوى بيها. طبعا الجوده، انا مش هتكلم على الجوده كمحافظه دمياط. طب عايزين نسال حضرتك، يعني انا في بدايه التقديم قلت انه فعلا الناس بتستنى المعرض ده من السنه للسنه لانه بيجمع كده خبره المعارض وعارضي الاثاث ومصنعي الاثاث في دمياط اللي هي اشهر مكان في مصر لتصنيع الاثاث في مكان واحد في ارض المعارض. حابين نعرف من حضرتك اكتر، هل في يعني ورش ومصانع جديده بتشارك هذا العام؟ هل في مصانع اخرى من خارج محافظه دمياط؟ وايه المنتجات المختلفه؟ لانه في كل سنة أكيد في منتجات مختلفة للأثاث. حقيقي هو أنا بتفق مع حضرتك. إحنا كل سنة وكل دورة معرض بيبقى فيه عندنا مجموعة من العارضين الجداد بالإضافة إلى مجموعة من العارضين الجداد، لأن ده بيخلق نوع من المنافسة. صحيح. ثانيا يعني أنا بتنقل، بدل ما الناس تيجي دمياط أنا بتنقل للقاهرة الكبرى وبنبقى قريبين من الناس كلها. تخيل حضرتك إن عندك 65 ورشة ومعرض من دمياط موجودين تحت سقف واحد في معرض القاهرة أو في معرض جهاز تنمية المشروعات. الحاجة الجديدة برضو اللي احنا بنأكد عليها إن احنا بنحاول نطبق قانون 152 في كل مرحلة من المراحل 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في كل مرحلة من المراحل. بما يقدمه جهاز تنمية المشروعات للعملاء دول، العملاء دول عملاء جهاز سواء أخدين خدمات مالية أو غير مالية من الجهاز. أستاذ حسام، خليني أرجع مرة تانية مع حضرتك لفكرة تفاصيل المعرض. يعني مدة المعرض مستمرة كام يوم؟ بيبدأ من الساعة كام للساعة كام؟ نسب التخفيضات اللي موجودة؟ خليني أقول لحضرتك إن المعرض طبعا مقام في قاعة مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات في أرض المعرض صلاح سالم. الافتتاح كان امبارح 21، لحد الآن 10 أيام لحد يوم 30/12 إن شاء الله، ودي الدورة الأخيرة في سنة 2023. المعرض بيفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا ل 10 مساء. ودعوة لكل حد بيفكر إنه يشتري موبيليا يروح المعرض، يلاقي أذواق مختلفة، يلاقي حجرات نوم، حجرات سفرة، أنفيهات، ركنات، أنتيكات، كل ما يندرج تحت مسمى صناعة الأثاث ومحافظة دمياط موجودين في المعرض. وبرضو أنا هرد على الأستاذ محمد، الحمد لله المعرض ده لمحافظه دمياط، لمنتجي محافظه دمياط فقط. طيب عايز اسال حضرتك يا استاذ حسام، ازاي بيتم اختيار العارضين؟ وهل في شروط معينه للانضمام في هذا المعرض؟ مبدئيا هو الشروط الاساسيه او الشرط الاساسي هو انطباق موارد قانون 152 على العملاء، اللي هو يكون عميل جهاز تنميه المشروعات اخد خدمه ماليه او عامل توفيق اوضاع بالنسبه للتراخيص بتاعته او حاصل على قروض. بالاضافه ان انا معايا جهات شريكه بتشارك معايا في المعرض زي الغرفه التجاريه في دمياط. طبعا الشريك الاساسي هو محافظه دمياط. صحيح. لان المعرض بيقام بين جهاز تنميه المشروعات ومحافظه دمياط.
ويمكن ده كان واضح من الافتتاح امبارح بتشريف دكتور منال عوض حافظ دمياط الاستاذ باسل الرحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات، وكان في تواجد اللي هو شريف الموهردي رئيس هيئه المعارض. العملاء لما بيتقدموا لينا كجهاز تنميه المشروعات، الشركاء اللي معانا كمان الغرفه التجاريه بدمياط، شركه مدينه دمياط للاساس، اللجنه النقابيه للعاملين بصناعه الاساس، والجمعيات التعاونيه العامله بصناعه الاساس. كل دول بيشاركوا معانا في المعرض. بيتم التقديم في الجهاز على اساس ان الناس تشترك، اللي ينطبق عليه الشروط بيشترك، لو العدد كبير بيتعمل قرعه لاختيار الناس اللي تشترك. استاذ حسام، بالنسبه ل يعني الاسعار، اكتر حاجه بتهم يعني المشتري بتكون الجوده والاسعار، ايضا طبعا الذوق اللي بيختلف بين شخص لاخر، ولكن الاسعار مقارنه بالسوق اللي بره لاي مدى هي مختلفه؟ احنا عاملين متوسط على كل العارضين بيتراوح من 20 ل 30% خصم على كل المنتجات. جميل. طب هايل، دي نسبة حلوة جدا، يعني نسبة مغرية جدا ان احنا نروح. كان توجيه من دكتورة منال والاستاذ باس، لازم يبقى فيه استفادة صحيح للمستهلك صحيح بنسبة الخصم، وده بيدي ميزة نسبية للمعرض، بيخليني انا كمستهلك بدل ما اسافر واروح دمياط، ان انا اروح المعرض واشوف الاساس اللي موجود فيه ونسبة التخفيضات اللي موجودة. طب انا عايز اسال حضرتك استاذ حسام بعد اذنك، فكرة المساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش الصغيرة وتشجيعهم وتسويق كمان أعمالهم، لأنه جانب مهم جدا من جوانب معرض صنع في دمياط هي فكرة إتاحة منصة لتسويق هذه المنتجات. تمام، إحنا بنقدم خدمات تانية، بس أنا عايز أوضح لحضرتك إن إحنا طالما بنتكلم على الأساس، إحنا الشهر اللي فات وقع خطاب ارتباط بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات لتمويل الورش الصغيرة. متوسط 400,000 جنيه الورشة الواحدة بفايدة ميسرة، زائد ان انا بساعدهم كمان مش في تسويق في المعرض بس، ده انا عندي تسويق الكتروني، عندي تشبيك مع الشركات اللي بتشتغل في التسويق الالكتروني، عندي استخراج مستندات من سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة الانشطة كشباك واحد في مكتب الجهاز، كل مكاتب الجهاز كده. واحب اوضح هنا برضو ان احنا كجهاز احنا عندنا 31 مكتب على مستوى الجمهوريه بيأدوا نفس الخدمات، بس فنتميز بصناعه الاساس، فعشان كده لينا معرض خاص بينا. طيب استاذ حسام، بالنسبه لتحديد معايير الجوده، على اي اساس بيتم اختيار العارضين؟ على اساس طبعا جوده منتجاتهم، ازاي بنقدر نحدد هذه المعايير؟ احنا في الاول طبعا احنا عارفين مستوى المنتج، مش على دمياط، يعني انا يمكن بتحيز لدمياط شويه كصنعة يعني او طبعا كصناعه او كجوده، من حقك، احنا عارفين مستوى المنتج بتاع العميل ده. وفي نفس الوقت احنا متوقعين لطول المراحل، العميل اللي بيظهر منه مشكله في معرض ما بيشتركش في معرض تاني بيتم استبعاده. لكن لو عارض بيشترك لاول مره يا استاذ حسام، ايه يا فندم؟ يعني لو عارض بيشترك لاول مره، تمام، على اي اساس بتحددوا معايير الجوده؟ هل مثلا بتتابعوا او بتشوفوا مثلا منتج من منتجاته الاول؟ على اي اساس بتحددوا؟ حضرتك احنا متواجدين مع العارضين دول صفه دوريه بغير المعرض تقريبا قبل كل معرض بشهرين. عشان نشوف المنتج اللي طالع، وعشان ما يبقاش فيه تشابه كبير في المنتجات. صحيح. لا احنا نستغل بحيث ان انا تحت السقف ده في 500 منتج، يبقى ال 500 منتج مختلفين عشان كل يستفيد كمان. بالظبط. طب استاذ حسام، يعني صناعه الاثاث صناعات فيها كل يوم جديد وفي تطور، وطبعا اذواق الناس مختلفه، يعني بنشوف اذواق مختلفه جدا. ازاي صناعه الاثاث الدمياطيه المشهوره جدا بتلبي كافه الاذواق للناس بالتطورات الجديده كمان اللي موجوده في صناعه الاثاث؟ ازاي بتستفيدوا منها عشان تطوروا الصناعه المتفرده جدا اللي موجوده في محافظه دمياط؟ خليني ادعي حضرتك ان انت تزور المعرض، وحضرتك هتشوف على الطبيعه ان الاذواق اللي موجوده من احدث الاذواق اللي موجوده. يعني مش فكره ان دمياط الكلاسيك والحاجات اللي بتاعه زمان وكان، لا لا خالص. احنا النهارده المعرض ده حقيقي فيه طفره صحيح في تحديث المنتجات بتاعته.
وما فيش منتج بيبقى موجود في معرض بيقرر في معرض تاني. اشكرك شكرا جزيلا. المعرض بيفتح ابواب من 10 صباحا ل 10 مساء على مدار الايام اللي جايه، معرض صنع بدمياط. بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات، الاستاذ حسام شبكه مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط.